نوعه في البلاد، وبلغت نسبة إنجاز المشروع بعد 10 أشهر من انطلاق العمل فيه 40% وفق ما أكده المدير المفوض للمشروع. أعلن المدير المفوض لمشروع المنطقة الصناعية المتطورة بكركوك أن نسبة إنجاز المشروع بلغت 40% بعد 10 أشهر على بدء العمل، مضيفا أن المنطقة الصناعية بكركوك هي الأولى من نوعها في العراق. المشروع طوله بس طول ما له 3 كيلومترات، قلت لك يحتوي على كافة نواحي المستلزمات لتصليح السيارات والمعدات بكماليات السيارات وحتى الإطارات والبطاريات والأدوات الاحتياطية للسيارات الكبيرة والصغيرة. المشروع كما نشوف يعني ما تشوف نهايته ولا بدايته، بعد 10 أشهر من التعب والجهد وصلنا الى هالمرحله ما حد كان يتوقعها، لكن المشروع ماشي وعلى منطقه استراتيجيه من كركوك، هذا الشارع الحولي اللي يربط اربيل سليمانيه كركوك في بغداد. المشروع يعني حتى تشمل المحافظات، يعني ماكو بعد تريلات تفوت داخل داخل كركوك او سيارات الضخمه، راح يكون على هذا الطريق السريع، واكيد راح يكون الخدمات اللي يريدوها من تبديل دهن او صيانه السيارات راح تكون داخل المشروع. المشروع كما ذكرت البوابه مالته واربع مداخل اخرى همينة موجود دخول السيارات، بالاضافه انا شخصيا راح استلم المنطقه الخضراء، راح اخضر المدينه بالكامل. مدير بلدية كركوك عد هذا المشروع واحدا من أكبر المشاريع الاستراتيجية والاستثمارية في المحافظة، من شأنه وحال اكتمال تنفيذه جمع مشروع استثماري واستراتيجي في نفس الوقت. أنا حسب توقعاتي هذا المشروع سيساهم في خدمة أهالي مدينة كركوك في ضم كل الحرفيين والصناعيين والمصلحين وجمعهم في هذا المكان. المشروع هي عبارة عن مشروع استراتيجي متكامل فيها كافة الاختصاصات والحرفين. عند إكمال هذا المشروع أنا أتوقع كل الحرفيين وللمصلحين وللكافة الصناعات اللي داخل كركوك تتحول إلى هذه المدينة ويؤدي إلى تنظيف المدينة وفتح الطريق أمام الناس، حيث حاليا هناك قسم من الشوارع أصلا مسدودة بسبب أعمال السيارات والتبديل الدهن أو البنشرتشي وهذه الأعمال. فإن شاء الله سينجح هذا المشروع. أنا أستطيع أقول بأنه هذا مشروع ضخم ليس على مستوى مدينة كركوك إنما على مستوى العراق بشكل عام. مشروع المنطقة الصناعية في كركوك واحد من المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية العملاقة التي ستضفي مسحة جمالية حال اكتمالها. هلغرد حسن، فضائية كركوك. أعلن الأمين العام لوزارة البيجمركة الفريق جبار ياور أن قوات البيجمركة